الأمريكي نانسي بلوسي والاعتداء على زوجها. تنكأ جراح الأمريكيين من جديد بشأن العنف السياسي. الرئيس الأمريكي يصف الحادثة بالمقيت، يحث شعبه على الوقوف ضد العنف في السياسة. العنف السياسي ظاهرة قديمة جديدة في المجتمع الأمريكي، ومخاوف حقيقية من اتساعها واعتناق البعض لأيديولوجيا مناظرها. إذن العنف السياسي والولايات المتحدة، وللخبر بقية. مساء الخير. الهجوم أمر مقيت، ويجب على الجميع الوقوف ضد العنف في السياسة. بهذه الكلمات علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على حادثة اقتحام منزل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في مدينة سان فرانسيسكو. المقتحم انهال بالمطرقة على رأس بول زوج بيلوسي وهو يصرخ أين نانسي؟ معطيات دفعت بايدن للتأكيد من أن المستهدف من الهجوم هو رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والتي كانت موجودة في واشنطن وقت الحادث. المتهم بالهجوم أيضا وفق ما كشفته تحقيقات أولية هو من أصحاب السوابق والمشاكل مع القانون. كتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي تعكس تبنيه قناعات اليمين المتطرف، كما كشفت التحقيقات أن الهجوم كان مخططا له ومدبرا. زوج بيلوسي أصيب بجراح استدعت نقله إلى المستشفى، يشير الأطباء إلى أنه سيتماثل للشفاء قريبا. ولكن هذا الهجوم أعاد تذكير الأمريكيين بحادثة اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول، احتجاجا على إعلان فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة في شهر يناير من عام 2021. لجنة التحقيق في واقعة اقتحام الكابيتول لم تشر بعد إلى الرؤوس الكبيرة المسؤولة عن الحادثة، والتي كانت علامة فارقة في تاريخ العنف السياسي الأمريكي، كما أنها قسمت الأمريكيين بشكل لا سابق له، عمقت جذور الكراهية ونفي الآخر، ونثرت بذور الخصام إلى حد وصل لتحذير مؤرخين وسياسيين من أن البلاد باتت قاب قوسين أو أدنى من حرب أهلية. لكن أخطر ما في هذه الحادثة هو أن آثارها امتدت للنخب السياسية، وبينهم كثير من أقطاب الحزبين الجمهوري والديمقراطي. أبرز الأمثلة على ذلك نتائج استطلاعات جرت عقب هذه الانتخابات، وأشارت إلى أن 61% من قاعدة الحزب الجمهوري يعتقدون أن الانتخابات سرقت من مرشح الحزب الرئيس دونالد ترامب. ولكن ما هو أبعد من حادثة اقتحام الكابيتول، وما هو مستعص على الحل حاليا وبات تأثيره مخلقا على الجسد الأمريكي، هو العنف السياسي المتصاعد في الولايات المتحدة، لا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ظاهرة العنف السياسي في الولايات المتحدة تركة قديمة، ذلك ما تشير إليه وقائع التاريخ وسجلات التاريخ. ووقائع أبرزها اغتيال 4 رؤساء أمريكيين بين عام 1865 و 1963، عدا عن نجاة رئيس آخر من الاغتيال هو رونالد ريغان الجمهوري. وفي هذا السياق يذكر مؤرخون أمريكيون بأعوام شهدت فيها البلاد خلافات ونزاعات سياسية حادة، كانتخابات الرئاسة عام 1876، كذلك انتخابات عام 2000، إضافة إلى انتخابات مجلس الشيوخ لولاية تكساس عام 48 من القرن الماضي. إذا نناقش ما يجري ونناقش ظاهرة العنف السياسي انطلاقا من حادثة اقتحام منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مع ضيوفي من واشنطن نعمان أبو عيسى عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، أيضا دكتور خليل جهشان مدير المركز العربي للأبحاث في واشنطن، ومن مينيسوتا ماثيو برودسكي كبير الباحثين في مجموعة الدراسات الأمنية في واشنطن. أبدأ معك أستاذ نعمان أبو عيسى، لنؤطر ونضع حادثة اقتحام منزل نانسي بيلوسي في إطارها. هل هو مرتبط بشخصها، بنظرة اليمين المتطرف إليها، وصولا إلى توصيفها بأنها اشتراكية عدوة للولايات المتحدة، أم أنه أيضا
يأتي بسياق الانتخابات المقبلة، انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، أم أن كلا الأمرين لا ينفصلا؟ يعني يقع اللوم على الحزب الجمهوري وعدم اعتراف الحزب الجمهوري بنتائج الانتخابات السابقة وعدم ثقة الحزب الجمهوري بالنظام الديمقراطي الأمريكي. هذا ما حث عليه الرئيس ترامب السابق، وهذا ما يحث عليه أيضا قيادة الحزب الجمهوري في أمريكا. فإن أحد قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس قال أنه إذا استلم قيادة الكونغرس سيضرب هو بنفسه نانسي بيلوسي، وهي مثال الحزب الديمقراطي والديمقراطية في أمريكا، وهي ثالث شخص في أمريكا بعد الرئيس. إن منصبها منصب رفيع، والعيون متجهة إليها، والغضب الجمهوري يتوجه إليها، وذلك بشكل عنيف مخالف للديمقراطية الأمريكية. إذن يعني بهذا الإطار تضع ما جرى. دعني أستطلع وجهة نظر ماثيو برودسكي إضافة إلى ما ذكره ضيفنا من واشنطن الأستاذ نعمان أبو عيسى. الرئيس الأمريكي بحد ذاته قال enough is enough is enough، يعني طفح الكيل بالثلث لدى بايدن من العنف السياسي، وطالب الجميع، وهنا قرئ الجميع، أنه يتوجه للجمهوريين بالذات ليرفضوا ما يجري. ف يعني ما وجهة نظرك، ما هو الدور الذي يبدو أن الجمهوريين يقصرون بالقيام به حسب تصريحات الديمقراطيين؟ أن هناك مشكلة نواجهها، والموضوع محتدم والأجواء ساخنة إلى حد بعيد من الجانبين، لابد أن نكون واضحين. هناك كذلك أيضا أحداث تقوم من الجانب اليساري في الحزب الديمقراطي، فأحد القضاة في المحكمة العليا في ماريلاند جاءه رجل خارج منزله بمسدس. فنحن نقترب من انتخابات نصفية، كلا الحزبين يحاول أن يظهر قاعدته، يدفع أنصاره لإدلاء بأصواتهم، رفع درجات الحرارة والأجواء وتسخين الأجواء. وإذا الديمقراطية معرضة للخطر إن لم تصوتوا، وحين ويدفعون هذا الاحتدام ويزيدون منه، فسوف نرى عنفا سياسيا بكل أسف. والأمر أمر جدير بالشكب والتنديد، ولا ينبغي أن يحدث، ولا مكان له في الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق. يعني أعتقد ميتش ماكونيل، سيد ماثيو وغيره من أعضاء الحزب الجمهوري سارعوا بالإدانة والاستنكار، ولكن القصة أعمق من ذلك، ألا ترى؟ يعني منذ هجوم الكابيتول الذي تحدثنا عنه في مقدمة الحلقة اليوم وصولا إلى هذا الحدث، صحيح أن العنف السياسي طال بعض الشخصيات الجمهورية، ولكن الخطاب الذي يتم تبنيه كالمهاجم الذي اقتحم منزل بيلوسي ظهرت كثيرا وترتبط كثيرا وتتقاطع كثيرا مع من قام باقتحام الكابيتل. وهنا يعني الأصابع كلها تشير إلى ما يجب على الحزب الجمهوري القيام به. نعم، انظروا، أعتقد أن المهاجم كان مريضا، مرضا عقليا، وهذا تبين اليوم أنه تحدث عن كيف زوج والدته فيه هناك شخص في عقله ويدفعه لذلك. وهذه إذن واضح أنه أراد أن يفعل فعلا سياسيا ويحرز نقطة سياسية، والجميع لابد أن ينددوا بذلك، كل الجمهوريين، ولا أحد يريد أن يرى عنفا من هذا القبيل يحدث، سواء كنت توافق أو لا توافق على سياسات نانسي بيلوسي. إنه أمر مؤسف، ولكن كلا الجانبين لابد أن يخفضوا من هذه الدرجة في خطاباتهم. طيب، سأعود للنقاش في هذه النقطة تحديدا معك ماثيو برودسكي. دكتور خليل، العنف السياسي طال الجميع وازداد تصاعدا وحدة من 2017 في الولايات المتحدة، وصولا إلى هذه الأيام أحد النواب الديمقراطيين يقال أن أحدهم سوف يموت أو يقتل، والكونغرس الأمريكي خصص ميزانية ب$10,000 لكل نائب في البرلمان لرفع الحماية في المنازل نظرا لكثرة التهديدات وكثرة الحوادث. فما سر هذا التصاعد برأيك؟
ليس هناك من سر، يعني كما تفضلت في مقدمة البرنامج، العنف السياسي في أمريكا ليس بظاهرة جديدة، يعني هي ظاهرة تاريخية ولكنها تحتدم أو تشتد من فترة لأخرى لأسباب موضوعية ممكن أن ندخل في الحديث حولها. من الواضح أن هذا الهجوم على بيت نانسي بولوسي رئيسة مجلس النواب والاعتداء على زوجها بول الذي يبلغ من العمر 82 عاما، لا شك أنها يعني هذه ليست ظاهرة معزولة أبدا، هذا الحدث ليس معزول. كما تفضلت قبل قليل، هناك أكثر من 9625 تهديد سنويا عام 2021، بلغ العدد 9625 تهديد ضد أعضاء الكونغرس الذين يبلغ عددهم 535 بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يعني أكثر من 18 تهديد لكل عضو كونغرس. هذا شيء غير طبيعي، خصوصا في نظام يدعي بأنه قائد الحركة الديمقراطية في العالم، والتغيير منذ عام 2017 كما ذكرتي ضعف، يعني بلغ العدد ضعف ما كان عليه عام 2017، كان 4000 حادث. ومما اضطر رئيس الشرطة في الكونغرس ليس إلى تخصيص ميزانية 10000، إنما إضافة 10000 دولار لميزانية الأمن التي تفوق مئات، أكثر من 100000 لكل عضو كونغرس بين الميزانية الخاصة والميزانية العامة للكونغرس لحماية أعضاء الكونغرس. وهناك ظاهرة خطيرة جدا، يبدو لي يعني أن هناك خطر على العملية الديمقراطية نفسها في الولايات المتحدة، والأشخاص يعني مثل برودسكي لا يستطيع أن يتهرب من المسؤولية في محاولة المساواة بين المعتدي والمعتدى عليه. 75% من الجرائم في هذا البلد، خصوصا القتل، 75% يرتكبها أشخاص من اليمين المتطرف، 4% فقط يرتكبها أشخاص من اليساريين، فليس هناك من مساواة بين الطرفين، يعني المسؤولية. نعم. هذه نقطة مهمة دكتور خليل، واضحة جدا، نقطة جدا مهمة سأعود بها إليك وإلى ماثيو برودسكي، ولكن دعني أستكمل ما تحدثت به بالإشارة على الخطر على الديمقراطية في الولايات المتحدة. أستاذ نعمان أبو عيسى، يعني ليست حادثة معزولة، وصولا إلى استنتاج يعني مدعوم بالحقائق بأن العنف السياسي بات ظاهرة متلازمة مع كل انتخابات، سواء تجديد نصفي أو رئاسة. 2008 عند انتخاب باراك أوباما السائل من جرائم الكراهية، 2019 عقب تولي دونالد ترامب أعمال شغب واسعة، وأيضا يعني لوحظت بكثير من الولايات وكثير من الطرق وباتجاهات متعددة. 2018 أيضا تجديد النصفي، كان هناك الكثير من الأعمال التي وصفت بالإرهابية، 16 عبوة ناسفة أرسلت لنواب ديمقراطيين وصولا إلى الكابيتل، وصولا إلى ما جرى اليوم قبل أيام من التجديد النصفي. هل بات العنف السياسي هو سمة سترافق كل انتخابات أمريكية؟ العنف السياسي هو من طرف واحد، وهو من طرف الحزب الجمهوري. إن الديمقراطيين عندما تسلم الرئيس دونالد ترامب الرئاسة في أمريكا ذهبوا إلى واشنطن بالمليون وأكثر من مليون، ولم يكون في حادثة واحدة فيها عنف. إن الديمقراطيين يعبروا عن آرائهم بشكل حضاري وبشكل ديمقراطي، وليس ولن يهددوا أحدا في الماضي وفي المستقبل وبشكل قليل جدا. يعني أما ستيف سكاليس يعني كان من الجمهوريين الذين تم الاعتداء عليهم، وهو اليوم سارع للاتصال بنانسي بلوسي. قد تكون النسب مختلفة أستاذ نعمان، ولكن سؤالي لم يكن باتجاه ديمقراطي وجمهوري، أسألك عن رأيك العام بهذه الظاهرة وتأثيرها على الديمقراطية عندما تصبح أي أيام انتخابية هي أيام عنيفة. نعم، الديمقراطية الأمريكية مهددة، وذكر ذلك الرئيس بايدن بشكل واضح، أن على الحزب الأحزاب الديمقراطية والشعب الأمريكي أن يلتزم حدوده ويحترم الآخر ويحافظ على المجرى الديمقراطي. فحتى هذه اللحظة كما ذكرت، جزء كبير من الجمهوريين يحثون متابعيهم على العنف وعلى رفض
النظام الأمريكي والاعتداء على 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 رموز الديمقراطيين، وهذا شيء غير مقبول جملة وتفصيلا من الحزب الديمقراطي. الرئيس بايدن يعني بشكل واضح رفض العنف، وكافة قيادة الحزب الديمقراطي ترفض العنف، ولكن العنف حالة موجودة في المجتمع الأمريكي، والحصول على الأسلحة موجود بشكل واسع في المجتمع، فهو حق دستوري للشعب الأمريكي، ولكن الأسلحة يجب أن تكون للدفاع عن النفس وليس للتسلط والتنمر على الآخرين. ماتيو برودسكي، سأستعير من دكتور خليل جهشان عبارة لا تتهرب من المسؤولية، استكمالا لما ذكر الآن، الديمقراطية الأمريكية في خطر. أحد الأسباب البارزة والواضحة بحسب المؤرخين السياسيين أن هناك حركة متنامية في الحزب الجمهوري ترفض قبول الهزيمة، يعني 139 نائب جمهوري، وأنت أكيد أدرى مني، صوتوا لإلغاء نتائج انتخابات 2020. معهد أمريكان إنتربرايز يقول بأن نصف الجمهوريين والمستقلين ذي الميول الجمهورية يعتبرون طريقة الحياة الأمريكية تختفي بسرعة لدرجة تستدعي استخدام القوة لاسترجاعها. هناك مشكلة جمهورية، ألا ترى ذلك؟ أعتقد أن الناس هنا قد تكون لهم ذاكرة، لكن أنا من العمر يجعلني أذكر في 2017 حينما بعثي ساندرز أنصاره وذهبوا إلى ألكساندريا في فيرجينيا، وأيضا قتلوا ستيف سكاليس، وكان هذه مشكلة في الصيف 2020 برمته. كان هناك عنف من المضادون الفاشية المتظاهرون حتى في المدينة هنا في مينيابلس، ولكن في شتى أنحاء البلاد، وهذه أمر يريد أن يستخدمه الديمقراطيين لأنفسهم. أعتقد مرة أخرى أن لابد أن يكون هنا نوع من الواقعية، وندرك أن هذه مشكلة على الجانبين، الواقعية والنسبية، يعني نسبة وتناسب. ماثيو لو سمحت، لأنه ما تذكره فعلا، وقد جئنا على ذكر ستيف سكاليس، ولكن المشكلة أن هناك فعلا حركة متنامية في الحزب الجمهوري ترفض نتائج الانتخابات، وهذه أول علامة لأن الديمقراطية الأمريكية في خطر عندما يكون هناك فريق سياسي رافض لنتيجة هي تعتمد على الأصوات، على الاقتراع، على عملية انتخابية، وهذه سمة الآن محصورة في الحزب الجمهوري. No, actually, Hillary Clinton. هيلاري كلينتون في عام 2016 قالت أن روسيا كانت تتدخل في الانتخابات، وهي عرفت ما جرى. وستيتي إبرامز كان داخل انتخابات المحافظين في جورجيا، كانت هي المحافظة وفاز في الانتخابات. هناك تاريخ من الجانبين لا يقبلون نتائج الانتخابات، ويبدو أن كل الكاميرات وكلها تركز الضوء على ما يفعله الجمهوريون، ولكن التاريخ يشير إلى هذا يحدث من الجانبين، ولا أعتقد أنه يساعد أي أحد أن نقف ونشير بأصابع الاتهام لجانب دون الآخر. كلا الجانبين مسؤول، وكلا الجانبين يمكن أن يخفضوا من هذه حدة خطابي. دكتور خليل، سؤال التالي لك، سؤال أراه سوريالي يعني كمنتمية للشرق الأوسط. هناك من يدفع في الولايات المتحدة بضرورة فتح حوار وطني أمريكي يجمع الديمقراطيين والجمهوريين لعزل كل من يرفض نتيجة انتخابية. هل ترى أن هناك حوار وطني قد ينجح في الولايات المتحدة في ظل هذا الاستقطاب والاتهامات المتبادلة بين الديمقراطيين والجمهوريين وكل ما خلفته حقبة ترامب؟ سؤال مهم أختي، ولكن يا بصراحة مع كل احترامي لك وللأخوات والأخوة في العالم العربي، ليس من السهل في الولايات المتحدة بطبيعة المجتمع الأمريكي والعقلية الأمريكية أن يكون هناك حوار واحد. هناك الكثير من الحوارات، لأن المجتمع الأمريكي مجتمع حر، مجتمع مفتوح، يعني كلما اجتمع أمريكيان في غرفة يتم تأسيس ربما 4 تيارات سياسية وثلاثة أحزاب. فوجود حوار واحد يوفق بين الجميع غير واقعي، أتوقع من يعني من هذا النوع غير مقبول.
هي سوريا ليأتي دكتور خليل بأن هذه الوصفة الأمريكية لأي بلد في الشرق الأوسط يعاني من مشاكل مع نظام مستبد أو غيرها، يخرج المسؤولون الأمريكيون ويقولون بضرورة إجراء حوار وطني. ولكن هنا يكمن التناقض الأمريكي، يعني على المجتمع الأمريكي أن يفهم إذا أراد أن يتصرف كدولة عظمى وأن يعطي النصائح إلى المجتمعات الأخرى، عليه أن يشفي نفسه من أمراضه قبل تشخيص أمراض الآخرين وإعطاء روشتات يعني للمجتمعات الأخرى. وهذا بالفعل يعني ما يحدث هنا. السيد ديفيد ديباب الذي ارتكب هذا الاعتداء على منزل نانسي بلوسي لم يأتي من سطح المريخ، أتى من قلب المجتمع الأمريكي. وعلى المجتمع الأمريكي مهما كان من الأقصى اليمين إلى أقصى اليسار أن ينظر بشكل يعني إيجابي وبشكل جدي وبشكل موضوعي إلى هذه الظاهرة، ظاهرة العنف، ومن أين أتت. فهذا الشخص ينتمي إلى حركة سياسية تهيمن الآن على الحزب الجمهوري. لا أعتقد أنه ربما كان عضو يعني يحمل بطاقة عضوية في الحزب الجمهوري، ولكن تبنيه للتطرف اليميني، تبنيه للتفكير المؤامراتي، تبنيه للشعور بالتهميش والافتقاد التدريجي لحقوق البيض في الولايات المتحدة يبدو واضحا أنه من أتباع ماجا، Make America Great Again، أتباع ترامب. فيجب على الحزب الجمهوري أن ينبذ هذا التيار وأن يكتشف نفسه من جديد وأن يعيد بناء نفسه من جديد كحزب ليس كعصابة عنصرية. لنوازنها قليلا ولكي يعني لا يكون كل المهام ملقاة على الحزب الجمهوري وإن كان يرفضها سيد ماثيو برودسكي، نعمان أبو عيسى، هناك تفسير آخر لهذه الحالة الموجودة في الولايات المتحدة هو أن الفجوة بين يعني سياسات السلطة والآن السلطة بيد الديمقراطيين والرأي العام فجوة كبيرة جدا. كون الديمقراطيون الآن في البيت الأبيض، ما الذي عليهم أن يقوموا به لاحتواء هذه الحالة، عدم تصاعدها بهذه الطريقة؟ يعني الحزب الديمقراطي يعمل بشكل جاد مع الطبقة العاملة والأقليات في أمريكا ويحافظ على حقوق كل المجتمع الأمريكي من أسفله إلى أعلاه، وهذا هو هدف الحزب الديمقراطي، أن يعمل في القاعدة ويؤمن لهم الضمان الصحي. هذا في العادة جمهور الحزب الديمقراطي، ماذا عن الآخر بالنسبة للحزب الديمقراطي؟ لأنه الجميع بات لديه آخر في الولايات المتحدة، هذا هو الانقسام الأمريكي الذي تابعناه بعد اقتحام الكابيتول. يعني الانقسام الأمريكي هو بشكل واضح في داخل الحزب الجمهوري، فإن الرئيس لم يوافق على نتائج الانتخابات ونائب الرئيس وافق على نتائج الانتخابات، فإن الحزب الجمهوري منقسم على نفسه ويوجد جزء يعني طرفين في الحزب الجمهوري، وأولئك الجمهوريين التقليديين الذين يحترمون القانون ويحترمون الوسائل الانتخابات في أمريكا، وهناك الطرف المتطرف الذي ترأسه الرئيس ترامب وله داعمينه أيضا. فالحوار يجب أن يكون داخل الحزب الجمهوري وليس خارجه، وإن الحزب الجمهوري هو الذي منقسم على نفسه وهو الذي يحاول الرئيس ترامب السيطرة على كل أشخاصه وكل تياراته، وإنه بشكل واضح أن الرئيس نائب رئيس بنس لم يتفق مع الرئيس ترامب ووافق على نتائج الانتخابات الماضية، ولذلك يجب على الحوار أن يكون داخل الحزب الجمهوري وليس خارجه. هو اللافت أيضا يعني أن ترامب لم يكن أساسا يعني مرشح الحزب الجمهوري ولكنه بات الواجهة. ماثيو برودسكي، مرت الولايات المتحدة في قرن بكثير من الأمور الكبيرة العظيمة، الكساد الكبير وتهديدات الحرب العالمية الثانية، الحرب الباردة، حرب فيتنام، وكل هذه الأمور ولم يطرح سؤال قلق على الديمقراطية في الولايات المتحدة. أنت كجمهوري هل أنت قلق على الديمقراطية في الولايات المتحدة؟
أعتقد أن الديمقراطية الأمريكية هي تتسم بالمرونة والتضعية من منظوري، وأنا مختلف عن المنظور الديمقراطي حينما أرى الديمقراطيين يتهمون أناسا على اليمين بأنهم فاشيون ويريدون أن يتخلصوا من مسألة التعطيل للإجراءات في مجلس الشيوخ ثم يدخلون في محكمة العليا بقضاتهم. هذا يبدو لي أكثر فاشية من غيره وليس ديمقراطية، لأنه يحاول أن يحلل النظام الذي أنشأناه منذ حين. وبالتالي أنا لازلت المشكلة في واقع الأمر الآن إننا في هذا البلد نحن منقسمون انقساما أكثر من أي وقت مضى. لقد كان هناك خلافات في الماضي بين الأحزاب حول قضايا رئيسية، وكان اتفقنا على الكثير من القضايا. الآن القضايا الكبرى التي أعتقد التي ستقسم البلاد هي مسألة السياسة المبنية على الهوية الذي يقودها اليسار، والذي ينبغي عليه كان الأولى به أن يركز على وضع الأقلية بدل ما يكون حسب الألوان. هذا أمر سام على التجربة الأمريكية برمتها. أمر سام على التجربة الأمريكية. أختم معك دكتور خليل، يعني ما يزيد كل هذه المخاوف على مآلات هذه المرحلة الأمريكية وعدم وجود إجراءات لمعاقبة أو لتسمية من وراء اقتحام الكابيتول، فبالتالي لا معاقبة. أيضا وجودنا في عصر التواصل الاجتماعي، انتشار الأخبار المضللة، وإيلون ماسك الآن أعاد إطلاق العصفور ليعود حرا ويعود ترامب إلى تويتر. فما توقعاتك سريعا، وإن كان سؤالي طويل، للمرحلة المقبلة؟ لست متفائلا بصراحة من إيجاد حل سحري سريع لهذه المشكلة، لأن الاستقطاب الذي نشاهده اليوم في المجتمع الأمريكي يختلف كليا عن الاستقطاب التقليدي الذي يعتبر صحيا يعني في أي جو ديمقراطي. ولكن حدة الانقسام إيديولوجيا كما أشار السيد برودسكي قبل قليل، التطرف لم يعد يقتصر كما كان في الماضي على مجموعات صغيرة ومهمشة، أصبح الآن هو جزء من الحزب الذي كان وسيصبح ربما من جديد حزبا حاكما. فمن هنا الخطورة التهديد على الديمقراطية. شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام من واشنطن، دكتور خليل جنشان مدير المركز العربي للأبحاث في واشنطن، ونعمان أبو عيسى عضو الحزب الديمقراطي، وأيضا من مينيسوتا ماثيو برودسكي كبير الباحثين في مجموعة الدراسات الأمنية في واشنطن. ولكل من تابعنا الشكر الجزيل لكم أيضاً.